دلوقتي بقى حطيت معايا شويه كده من السكر حوالي معلقتين ننزل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. خدي بالك بقى لان يعني المرحله دي خطره شويه، خدي بالك منها كويس. بتلاحظوا بمجرد ما بنحط الزبده اللون بيفتح معايا شويه، مفيش اي مشكله. هناخد بقى معانا الحليب، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا بقى كده ايه ان احنا ننزل عليها بالحليب، نديها تقليبه بقى كده كويسه وشويه وهتلاقيه فك معاكي وبقى جميل جدا. ونسيبه بقى يغلي مع بعضه. لو انت عايزاه ما يكونش القوام بتاعه سايل شويه، عايزاه يتقل شويه، يبقى تحطي على الحليب شويه نشا، معلقه صغيره نشا كده هيتظبط معاكي جدا. هخليه بقى يستوي، وبعد ما يستوي هوريه لكم. ما تنسونيش في الكومنتات واللايكات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بصوا مستويه جدا ازاي، بتمنى تعجبكم وتجربوها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.